مشاهدينا في ركن دير الخير معنا شابة من خنشلة. هاد الشابة يعني كانت مزوجة مع شاب دخل السجن وحكموا عليه 7 سنين. خلال هاد الفترة يعني أهل زوجها حوزوها وطردوها إلى الشارع، راحت لأهلها لدارهم، لكن كذلك شقيقها رماها للشارع، واليوم راهي في الشارع تبحث أنه يساعدوها من أجل تأجير منزل أو إيجاد مأوى تكوني فيه إلى حين يخرج زوجك من السجن. نعم تفضلي معنا. مرحبا بك معنا وليدة في البرنامج. في راجلي حكموا عليه 7 سنين بسبب مخدرات. بسبب مخدرات متاجرة. ايه كي حكموا عليه نهار الاول، بعد نهار الاول كي دخل الحبس مواليه راحوا عنده للسجن وقالوا له حاوزها ما عندك ما تدير بها الطفلة، راهم حكموا عليك شحال من سنة 7 سنين، الطفلة هذه ما عندك ما تدير بها، سيبو دخلت للحبس ما عندك ما تدير بالطفلة هذه حاوزها كما نقولوا طلقها ما عندك ما تدير بها. قال لهم هو ما نطلقهاش مرتي انا ما نطلقهاش. ومن بعد كي جاوا للدار عندي ايا قالوا لي ما نحتاجوكش هزي حوايجك وروحي. اتصلت انا بالعائله تاعي بالعائله تاعنا، اتصلت بيما ثم كانت يما شويه مازال كما نقولوا تمشي شويه لاباس في صحتها. كي اتصلت بها قالت لي دركون نجي. كي جات عندي لقاتني مهمومة، لقاتني حالتي حالة، حقروني مانيش ناكل، ما يعلم بيا غير ربي سبحانه. قالت لي واش بيك واش بيك رجعتي كيما قلت لها كيف صار لي كيف. ولكن علاش حبوا يطلقوك منه؟ ما من المشكل هو فيه، هو اللي دخل السجن انت علاه؟ لا لا ما المشكل ماشي فيه، هو كان معايا مليح، كان يصرف عليا، كان يشري لي حاجه ما تخصني الحمد لله يا رب. كان يصرف عليك والمهم باك يصرف عليك من عائدات يتاجر في المخدرات ماهيش مشكله. ماشي المهم يجيب لك الدراهم. هو كان يخدم في الحاسي يخدم كونترا، كي تصدت له الكونترا تاعو عاد يعاون الناس. انت كنت تعلمي بلي يتاجر مخدرات ولا لا؟ لا لا ما كنتش كوني نعلم. صادقه لا ما كنتش نعلم والله ما كنت نعلم. السؤال الثاني سمحي لي، هذا خطبك رسميا من باباك ويماك؟ ايه خطبني رسميا من بابا ويما. اذا خطبك حقيقه من باباك ويماك وداروا لك العرس ورحتي عروسه، اذا مالي يحبوا يحوزوك كيف مالك ما يقبلوكش؟ انا نشوف مالك ما قبلوكش كاين قين ان لعل رحتي غصبا عنهم. لا لا ماشي ما فهمتنيش الشيخ. شوف خويا هو كان متزوج وحده من نمبو مرداس كيما نقول ما كانش ساكن معانا، يطلق مرتو عاد يدير لنا المشاكل، نروح للدار عاد يدير لنا المشاكل، يضرب يما مين ذاك عاد اي خويا عاد يطيح. هما ليه هما جاوا خطبوك كيف كي زي وليدهم يدخل الحبس يقولوا لك نحاوزوك للشارع؟ حقروني نحاولي قشي نحاولي كلش. وعلاش؟ هما رسميا يعني الزواج رسمي هذا. مام كي كنت مع راجلي كنت عايشه معاهم يحقروني حتى كي يجيب لي الحوايج يجيبهم لي من الداخل. ولكن ما تحكيش تحكي على اكيد تحكي على ناس انت اصلا لما جيتي ترجعي للعائله تاعك كاين مشكله، يعني فما بالك بالناس هذو ناس اجانب عليك؟ في العائله يعني في العائله تاعنا بابا كي كان على قيد الحياه ما كان حتى واحد يحقرني، كي توفى بابا تحقرت. إذن نعم. انت الان اكثر من العائله تاع الناس هذو تاع زوجك راهي العائله تاعك ايضا نفس الشيء. ولكن انا نسالك يا اختي اسمحي لي اخت عائشه، انا اصلا اني ضد ما وحدها تجي تطلب مساعده باش كيدار وتعيش وحدها. راجلك في الحبس مالي راجلك باش يقابلينك ومالك باش يقابلينك ونعاونوك باش تسكني وحدك. وينهم خوالك عمومك خواتاتك؟ لازم انت باش تكوني في امان. اكيد تصوري ما جلا في السجن وكاية دار وحدها ما نسكنش وحدي وتاجر مخدرات وراح تنتظر فيه يخرج من السجن. الله يحفظك مصيبة. نعم. يعني ما حكموا له 7 سنين تكوني في امان. حكموا له تكوني عند العائلة تاعك 7 سنين قضى منهم 5 سنين. ايه دارهم حاوزوك للشارع، علاش ما طلبتيش الطلاق وقعدتي في هذه الحاله اللي راكي فيها؟ ما قدرتش نطلقو على خاطر هو كان مليح معايا، المشاكل كاع جاو من موالي. مازالك متمسكه به؟ ايه مازال. كان يجيب لك الدراهم واش عليها ويقتل في ولاد الناس بالمخدرات؟ كان مليح معاك؟ هو كان يجيب لي دراهم، ما كانش يجيب لي دراهم، كان باش كان يوكلك باش كان يعيشك؟ خطره ناكل من عند موالي كل خطره وكيفاه هذه. قال لك ما تخلينيش وسنين نخرج. ايه نصبر عليه ما دار لي والو الحمد لله يا ربي ما دار لي والو. شوفي يا اختي انا باش نصلح باش الناس ما تخطاش، انا مانيش نشجع فيك باش تطلقي منه، اني انكر عليك انك تروحي تكيدار وتعيشي وحدك وانت بلا زوج. بصح وما كان حتى واحد يحميك. ما نعيش وحدي اي كان كيما معايا كيما قلت تعيش معايا. قالت لي نهار كي تلقى الكريه كلش نجي نقعد مع بنتي. علاش ما تروحيش لداركم؟
دارنا خويا حاوزني من دار، قال لي ما تقعديش هنا، قال لي زيق شكون خرجي على جالت واه باه مفرغ له الدار ويجيب مراه يزوج بها. قلتي انه دار راجلك ما قبلوكش لانهم وليدهم دخل الحبس، داركم علاش ما قبلوكش كذلك؟ دارنا ماشي ما قبلونيش كامل. المشكل وين راه؟ في دارنا عايشه يما واختي وخويا هذا كيطلق مرته وجاي يعيش معانا، كي طلقها وجاي يعيش معانا عاد يدير لنا المشاكل، هضر زوج يقول لي زيق شكون خرجي من الدار، هضر زوج يحقر يما. وانت لا تخرجي من الدار؟ إذا ولات كل طفلة أخوها يقول لها خرجي من الدار جي خارجة. بصح يحقرني دائما. اشكي إلى الأمن، روحي للأمن طلبي من دولة تحميك. شكيت به وكلش بصح هو ما بغاش كاع يوعي كيما هو. عندك خوالك أنت؟ عندي. عندك عمومك؟ بصح العموم درك عندك عماتك؟ لا تيبا مع روحو. راجلك بقالو عامين يخرج من الحبس لازم تقعدي عند المحارم نتاعك. ما كاش من أمرأة وحدة تجي تشري دار و... صحيح. وهذا الزوج اللي قال لك صبري عليا وسنيني وما تخلينيش، على باله بلي راكي في الشارع. اي على باله. واش قال لك الحل؟ ما قال لي انا ما بين ربع حيوط ما نقدر ندير والو، قال لي نهضر مع موالية وهكذا وهكذا. وانت كنتي مليحه مع ماله؟ كنت مليحه معاهم درت مليحه مع يما طيعتها كاع. نطيب نهار كي نخرج نشري حاجه نفقدها ليها هي. بصح نهار مالها علاه يحوزوك الناس هذوما؟ وشي ديجا نهار كي رحت جات يما عندي باه تديني نروح، خوه الكبير نضرب بيما بالكف، قالها حطي الحوايج ما تدي حتى حاجه معاك. يعني اليوم واش تي تطلبي؟ هذو من حوايجي انا حقرني. واش تطلبي اليوم؟ نطلب من اهل محسنين يعاونوني كش ما الخاطر شراني بلا ماوى يعاونوني كش ما يلقاو لي كيما نقولوا كريا وتقعد معايا يما وكلش والحمد لله هذا ما كان. والزوج تاعي ما رانيش حتى روح عنده، ما عندي والو، عندي غير وجه ربي. ولما زرتي زوجك في السجن رحتي زرتيه؟ قولي لي قبل كلمه حق سمحي لي، كي زرتيه قلتي له يتوب ويستغفر ويتوقف عن المخدرات؟ اي قلت له نهضر معاه. صحتيه هذه المسائل هذه؟ اي دائما نهضر معاه ونصحه وكل شيء، يقول لي يعني نصلي يعني ندعي لربي ادعي لي انت ثاني معاك من تما. ان شاء الله يكون تائبا ان شاء الله يا رب ويغفر الله له. ولكن انا لا ارى ان الحل تاعك انك تكري دار وتبقاي فيها. ماشي نقعد وحدي، نقعد مع يما. وعلى ما رحتيش لعندي يماك مادام يماك ناويه تجي لعندك؟ انت تسمحي لي خاطر خويا حاليا تسمحي لي انت يا وريثه، انت عندك حق في الدار هذه، انت وريثه. ايه الله يحفظك. وامك وريثه تتنازلي على الحق الاصلي والشرعي والقانوني والقوي، الحق تاعك تتنازلي عليه وتروحي برا تطلبي المساعدات تاع الناس وتخلي هذا البيت للاخ نتاعك مع زوجته. يعني انا نظن بان الامر تناقض. مش تناقض، ولكن انا اخشى عليك من الضياع يا اختي. انت مازال ما تعرفيش راي المجتمع، راي فيه كوارث يا ونساء برجالهم وكاع وظلموا وظلمنا. كيف انت وحدك هكذا راجلك في الحبس جايه تكيده؟ انت لازم تكوني في وسط عائلي محترم. لا ومن خنشله واش جيتي ديري في العاصمه؟ جيت اني قاعده عندنا كل خطره وكيف عند الناس مؤمنين يهزوا فيا يوكلوا فيا، ما لقيتش وين نروح. خويا راه قال لي اخرجي ما نحبكش تقعدي هنايا، روحي لدار راجلك. عندك خالتك اخرى خواتاتك اخرين؟ عندي اخرين يما كي تمرض بين الموت والحياه، انا كنت نخدم ادماج بين الموت والحياه، يشوفوها قدام عينيهم ما يصرفوش عليها، انا اللي نروح نديها للطبيب وانا اللي نصرف عليها. والله انا نظن شيخ، انا نظن بانه الوضع الحقيقي هو انك تطالبي بحقك في البيت، لانك هذا حقك، يعني واحد ما يقدر يمنعك منه سواء قضائيا او بطريقه اخرى، هذا حقك. ثانيا يعني انا ما اقدرش نستسيغ الفكره انه تاجر مخدرات، يعني ما نظنش القضاء ظلمه، ولكن انك تفني عمرك لاجل الانتظار، نظن حتى القفه وقال تديها للسجن. ايه ندي له كل تدي له القفه، تاجر مخدرات لازم تدي له القفه. القفه راهي غاليه. يعاونوني الناس نديها له كامل. وقلت نحيها من عندك وتديها له. ايه نديها له. يعني هو كان يبيع السموم للناس، وفيما بعد يعني المكافأة أنه مسجون والقفة تلحق له، هذا من متناقضات هذا المجتمع. أولا نتمنى أن تكون هذه القصة صحيحة وأنك تكوني صادقة فيما تقولين، وأنت جيتي تطلبي النصيحة، احنا ما نقدرش نخدعك يا أختي. أنا لا أشجعك باش تروحي تبحثي على كرية وتعيشي فيها وأنت امرأة وحيدة وما عندكش أطفال وليس هناك من يحميك. أنا أشجعك أن تبقي في بيتكم وتروحي تشوفي القانون باش خوك ما يحوزكش من الدار. هاي آخر زيارة تاعي. آخر زيارة في جوان رحتي زرتيه؟ في جوان.
وهذا طلب سكن تاعي اللي درته. نعم، ان شاء الله ربي يفرج عليك وليده. وجهي نداءك، ربما طلب نطلب مساعده يعاونوني لوجه ربي سبحانه، لخاطر راني ما لكل لقيت زعما وين نروح هيك يعاونوني. راني رحت اخر يعني المرحله اللي تسمى يعني بها غير ربي، راني جيت عندكم نتوما كاش ما تعاونوني لوجه ربي توقفوا معايا، لخاطر راني وليه ما يعلم بها غير ربي سبحانه. ما لقيتها ني في خويا ني في عزوزتي ني في دراجتي ني حتى في واحد. بابا توفي الله يرحمه، يما مريضة راهي طايحة فراش، راني نفوت في ايامات قاسيين بزاف عليا. شكرا لك وليدة، شكرا. تعقيب او شيء؟ النهايات على حسب البدايات. في هذا الكلام الاخت عبرة لهذو اللي يتاجروا في السموم وفي المخدرات، يعني شوف انت كنت تبيع السموم وتقتل اولاد الناس وبنات الناس، ويعني دمرت المجتمع، والان انت في السجن. يعني شوف الحاله تاع الزوجه نتاعك كيف راهي. يعني هذه مصيبه، على الانسان ان يتقي الله. نعم. انا اخشى على هذا الناس مما يقع. شوف الان كيف انتك في السجن وزوجتك راهي مشرده وتحوس تجيب لك القفه، واش ما الرجوله هذه؟ على كل انسان يتاجر في السموم ان يتقي الله وان يتوقف. والله من عجائب يعني القضايا اللي صادفتها في المحاكم انه كل تجار المخدرات زوجة تاعهم يرفضوا انهم يطلقوا. سبحان الله. يعني نجزم لك بانه حقيقه يرفضوا انهم يطلقوا، حتى اذا كانت العقوبه تتجاوز 7 سنوات وينتظروهم ويدوا لهم القفه. انا فكرت في يوم من الايام نبحث في هذا الامر، حبيت نعرف السبب. ربما لانه تاجر المخدرات يحيط زوجته بعينيه كبيره باموال بكثير من الامور تخليها متمسكه به. اموال اخرى ربما سالوها متمسكه به. لا ليس فقط هي، يعني نقول لك هذه كثير من الحالات قليل وين تروح الزوجه تطلب طلاق لنتيجه لان زوجها دخل نتيجه لعقوبه تتعلق بتجاره المخدرات. وهذه حقيقه وما زال التساؤل مطروح وما زلت نبحث الاجابه. شنو هو الشيء اللي خلاك تسناي وتصبري 7 سنين؟ ما دار لي والو، كي كنت عايشه مهما دار لي حتى حاجه، مش منو غير الخير. باش تمنو غير الخير. لو كان شفت منو حاجه ماشي مليحه ولا غلط معايا ولا شفتو بلي تاع مخدرات في وجهي كذا ولا هكا، عرفتي بانه تاع مخدرات؟ عرفتو روطار، عرفتو كي تزوجت. خلاص عرفتي تاع مخدرات وعندها حوالي القصه حوالي 5 سنوات يعني. بصح هو اعتذر مني وقال لي سمحي لي، وانا ما عليا واش ندير، ما عليا غير نسمح. ما زالت الابحاث طويله اذا. ما زال الجواب ما غير موجود. نسال الله السلامه. نعم، مشاهدينا متواصلين مع